نستضيف لكم رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري سيد مولود الشرفي. صباح الخير سيد الفاضل. صباح الخير وتحية طيبة لكم ولكل الطاقم التقني وللمستمعين الأكارم في بلدنا الشاسع من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه. أولا بالنسبة لنا هذا يوم عظيم يمثل فرصة للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة في بلادنا وكذلك الدفاع عن وسائل الإعلام، فضلا عن ضروري أننا كإعلاميين وكأسرة إعلامية باش نذكروا جميع العاملين بقطاع الإعلام اللي ضحوا في سبيل هذا المهنة الشريفة وكذلك اللي ضحوا من أجل بلادنا، واغتنم هذه المناسبة باش ننحني بكل إجلال وخشوع على روح كل من سقطوا من أجل حرية التعبير ومن أجل القلم النزيه ومن أجل الكلمة الحرة وشهداء الواجب وشهداءنا شهداء ثورة البررة اللي بفضلهم نحن موجودين في هذا الاستوديو. كمان نجدد كذلك بالمناسبة أن هذا اليوم يوم أقره فخامة رئيس الجمهورية في الإصلاحات الكبيرة والعظيمة اللي قدمها فخامة رئيس الجمهورية تقديرا وتكريما للأسرة الإعلامية. نعم سيد شرفي، أنا أتحدث مع رجل إعلام قبل أن تكون رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، أنت صحفي. هذا اليوم الوطني نحتفل به في عامه الثالث بعدما أقره رئيس الجمهورية، ويوم أمس بعث برسالة إلى رجال الإعلام تحدث فيها عن عدة نقاط، من بين النقاط هي تطور الصحافة خلال العقد الأخير. ما هي المكاسب التي تحصل عليها رجال المهنة خلال السنوات الأخيرة في رأيك سيد؟ والله أولا نحن بالنسبة للسيد فخامة رئيس الجمهورية اللي بادر بإصلاحات عميقة في المجال السياسي وعموما وفي مجال الإعلام، فإحنا لا يمكننا إلا أن نثمن محتوى هذه الرسالة اللي جات رسالة تعبر على الإرادة القوية للسيد رئيس الجمهورية على اهتمامه وعنايته الخاصة بالقطاع الإعلامي سواء كان مكتوب أو سمعي بصري. وفي الحقيقة من بين الإصلاحات والمكاسب الكبيرة اللي حققتها الأسرة الإعلامية أولا صدور قانون الإعلام 2012 اللي جاء باش عدل القانون السابق تاع سنة 90، وهذا القانون أعطى فرص كبيرة وزاد أكثر حرية وأكثر تعددية إعلامية في بلادنا، وهذا نعتبره مكسب كبير وعظيم للإعلام، بالإضافة بطبيعة الحال إلى قانون السمع البصري كذلك اللي جاء، وين رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة أكد على أمام المجتمع أكد على فتح المجال السمعي البصري ووفى بتعهداته، بحيث جاء قانون قطاع السمعي البصري والنشاط السمعي البصري، وهذا القانون كان صادق عليه من طرف الغرفتين السنة الماضية أي 2014 قانون 0414، وجاء وفتح المجال للخواص للاستثمار وكذلك بنى بنية جديدة للقطاع السمعي في بلادنا. من المكتسبات بطبيعة الحال لإعلامنا بصفة عامة بالخصوص منذ مجيء فخامة رئيس الجمهورية في سلطة الحكم وعلى هرم السلطة، اهتمامه الكبير بالإعلام. الاهتمام بالإعلام نشوفه أن منذ إعلام تعددية في بلادنا الإعلامية نشوفه كيف إعلامنا قفز قفزة نوعية كبيرة، ونتكلم على الصحافة المكتوبة، لأن أنا كنت في المجلس الشعبي الوطني ورافقت بعض القوانين اللي كانت جات بها الدولة والحكومة من أجل دعم هذا القطاع.
أكثر من 300 عنوان، تقريبا 160 عنوان كيوميات، والباقي جرائد متخصصة في مجالات متنوعة. فأعلمنا قفز قفزة كبيرة فيما يخص الصحافة المكتوبة. نجي إلى المكسب اللي أكد عليه رئيس الجمهورية، وهو فتح المجال السمع البصري. في الحقيقة الآن نعتز ونفتخر أن المشهد الإعلامي السمع البصري هو موجود في الساحة، قنوات كثيرة تنشط بأبنائنا وبناتنا وبقدراتنا وإطارتنا اللي برهنوا على عندهم إمكانيات. وفي الرسالة متاع فخامة رئيس الجمهورية يتكلم على هذه القدرات وهذه الإمكانات وهذا الخزان الكبير اللي يتميز به القطاع نتاع الإعلام، وين فيه استحداث تاع الجائزة، جائزة رئيس الجمهورية، وهذا يجعل مجال التنافس يتوسع بين شبابنا وبين قدراتنا وبين إطاراتنا، وهذا نعتبره مكسب. نعم سيد شوفي، هناك من الأشخاص يعتبرون أنه القنوات العمومية، التلفزيون والإذاعة الجزائرية وكذلك وكالة الأنباء الجزائرية، هي قنوات عمومية لازالت ليست لديها حرية الإعلام. ورئيس الجمهورية في رسالته يقول أن تطور الصحافة ظهر جليا للأعيان خلال العقد الأخير، وكذلك تحدث عن الدور الفعال الذي تلعبه وسائل الإعلام العمومية. هل حقيقة أنه هذه الوسائل ليست لديها حرية إعلام؟ والله أنا لا أشاطرك في ولن أشتغل أن لا تشاطرهم الرأي. لا أشاطر من يقول أن الوسائل الإعلامية التابعة للقطاع العمومي ما عندهاش دور وما تأديش دورها. بالعكس هي مدرسة. كل هذه الطاقات اللي منتشرة في وسائل الإعلام الأخرى الآن اللي تعمل بغطاء خاص وفي عناوين خاصة، أعتقد كلها جاية من القطاع العام. إحنا كنا تعلمنا في وكالة الأنباء الجزائرية، في الإذاعة الوطنية، في التلفزيون. ففي اعتقادي أن المؤسسات هذه الإعلامية التابعة للقطاع العام هي المدرسة وهي المصدر الحقيقي، وين كل الصحفيين بدون استثناء وخصوصا هذا الجيل والجيل المخضرم تكون في هذه المدرسة. فأعود وأقول أن فيه قفزة نوعية كبيرة حققتها الأسرة الإعلامية، وحتى حسبنا من القفزة من جيراننا ومن خصومنا، لأن ما كانش بلد وين فيه ديمقراطية، فيه صحفي يعبر بكل حرية، فيه حتى من ينتقدوا أعلى مسؤول في البلد، ولكن المسؤولين من باب جعل ودعم وتسييد هذه الحرية وهذه الديمقراطية خلوا النقائص وبعض التجاوزات خلوها وديروها في خانة التربص الديمقراطي. لكن أنا فيما يتعلق نقول أن مكسب كبير اللي حققته البلاد فيما يخص الإعلام، سواء كان إعلام مكتوب أو سمعي بصري. نتكلم مدام عينت من طرف فخامة رئيس الجمهورية على رأس هذه الهيئة اللي هي سلطة الضبط، اللي جات أولا ماهوش كما يتصور البعض. نحن جئنا أولا باش نرافق كل الفاعلين في هذا القطاع، وجئنا بتوجيهات وبتصور ورؤية الرئيس في جعل المجال السمعي البصري يتقوى في بلادنا. 43 أو 45 قناة موجودة في البلد، في فقط 5 قنوات للدولة الجزائرية أعطتها رخصة مؤقتة تفتح كمكتب فقط، بالإضافة بطبيعة الحال للقنوات نتاع القطاع العمومي. فكل هذه القنوات هي الآن مطالبة بأن تتكيف مع القانون
القانون الجزائري، وتعرفوا بلي كل، لان الراي العام والمواطن العادي كيشوف قناه وقال القناه الفلانيه، هو في اعتقاده ان هذه قناه الان تمشي بنظام جزائري وبقانون وبسجل تجاري، لكن هي كلها اوفشور، تجينا البرامج نتاعها من خارج الوطن، ولهذا هي عباره عن مكاتب فقط. هي مكاتب، لكن غدوه في بعد التنصيب الفعلي لسلطه الضبط السمع البصري تتم هناك اجراءات لكي تتكيف هذه القوانين مع لكي تتكيف هذه القنوات مع قوانين الدوله الجديده. وانا نقول لك الامر ماهوش سهل وبالبساطة. نعم. كما يشوف سنتحدث ونفصل في هذا سيد شرفي. كذلك سنتحدث عن من بين المكاسب هو تأسيس سلطة واستحداث سلطة الضبط في الفاضل. من بين المكاسب هو تأسيس سلطة الضبط، ورئيس الجمهورية في رسالته أمر الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة. الآن لديكم صحافة مكتوبة وصحافة سمعية بصرية. نعم، عامة قلت الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. إذا ننطلق من السمعية البصرية سيد شرفي، القوانين متى سيفرج عليها نهائيا؟ نعم، القوانين موجودة، نعم، أفرج عليها. ماذا ينقص الآن؟ ينقص نصوص تطبيقية، والنصوص التطبيقية هذه هي من صلاحيات الجهاز التنفيذي أي الحكومة، فهذا هو المقصود والهدف، لأن بدون نصوص تطبيقية ما تقدرش الهيئة تتحرك. فاحنا بالنسبة لسلطة ضبط السمع البصري اللي هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي كذلك عندها أهمية في اطلاعها بالمهام تنظيم القطاع ومراقبة واحترام المقاييس المتعلقة. فمن بين هذه الأمور فيه نصوص، مثلا فيه دفتر شروط مثلا. دفتر شروط هذا اللي حضره هي سلطة الضبط، يوم أن يستكمل عدد الأعضاء تعقد جمعية عامة. المشروع الآن التمهيدي لدفتر الشروط اللي هو مهم جدا فيما يتعلق بسلطة الضبط، لأنه يوضح الشروط والمقاييس وكيف تحصل، كيف يحصل الناس اللي ترشحوا للحصول على قناة على الرخصة وعلى الاعتماد. فدفتر الشروط هذا احنا منذ تعييننا بطبيعة الحال فيه طاقم تقني وإداري اللي بدينا نحضروا فيه المشاريع التمهيدية. دفتر شروط، فيه اتفاقية، فيه التحضير للهيكل الداخلي للنظام الداخلي، وكل هذه الأمور لابد أن تجوز على الجمعية العامة لأعضاء المجلس. فبطبيعة الحال طبقا للقانون هناك مواد كثيرة اللي لابد باش تصدر عنها نصوص تطبيقية، وهذه النصوص التطبيقية تصدر من طرف الحكومة، وهذا هو اللي سهل بعدين يسهل مهمة سلطة ضبط السمع البصري اللي كما نعرف هي أولا ترافق، تقدم الاقتراحات، تبدي رأيها في هذه النصوص التطبيقية، وكذلك تقترح أمور كثيرة لدعم وتساند القطاع، وهي مخولة كذلك بموجب القانون للنظر في النزاعات والشكاوي الصادرة عن الأشخاص العمومية والطبيعية وكذلك والمتعلقة بخدمات الاتصال السمعي البصري. سلطة الضبط هذه عندها دور كبير، تساهم كباقي المؤسسات في بناء مجتمع ديمقراطي تتعدد فيه الآراء وتضمن فيه حرية العمل الإعلامي في إطار قانوني يضمن الخدمة العمومية التي تقتضي التذكير بضرورة احترام المواطن الجزائري والاهتمام بكل القضايا نتاعو تاع المواطن والأولويات نتاعو، وتقدم فيه المصلحة الوطنية على كل اعتبار. هذا هو الدور، وفيه كذلك بنود كثيرة موضحة في القانون. أولا السهر على عدم التحيز على الأشخاص المعنويين، السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري،
السهر على الموضوعية والشفافية، السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين، والمقصود باللغتين الوطنيتين العربية العربية والأمازيغية، وكذلك الثقافة الوطنية، تمارس الرقابة. وهناك نقول له تمارس الرقابة ماهوش بالمفهوم الردعي والقمعي، هو مرافقة كل الفاعلين في المجال، مرافقتهم، تنبيههم، وهو بعدي كي تكون تجاوزات احنا ندخل بعد التجاوزات هذه، ننبه اخواننا في هذه القنوات ونذكر بالمناسبة. بمعنى لا توجد تدخلات ردعية في القوانين؟ ما كانش تدخلات ردعية، كاين قانون نطبقه، احنا نطبقوا القانون، والناس اللي يهمهم القانون كذلك لازم يحترموا القانون ويطلعوا على القانون ويحترموا دفتر الشروط، لان باحترام دفتر الشروط وبالاتفاقية. نحكي لك على المسار كيف. مثلا غدا الحكومة غادي في إشارة لفتح الترشح للحصول على الرخصة، فسلطة الضبط راح تعلن على الترشح عن وسائل الإعلام، والناس اللي يعنيهم الأمر يقدموا ملفاتهم لسلطة الضبط، تداول هذه الملفات ولكن على أساس شروط ومقاييس موجودة في القانون. وبعدين تبلغ للوزير الأول اللي من حقه هو اللي يمضي المرسوم نتاع الحصول على الرخصة، وبعدين اللي حصل على الرخصة نتاع الاعتماد لابد أن يمضي اتفاقية مع سلطة الضبط، والاتفاقية واضحة فيها بنود. هي الآن هذه الأمور هي كلها مشاريع تمهيدية في انتظار استكمال أعضاء السلطة حتى نداول مع بعض لتمرير هذه المشاريع والبداية تاع تطبيقها. نعم سيد شرفي، أعود بك إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل. كم المدة ستستغرق تطبيق النصوص التطبيقية وكذلك تعيين الأعضاء في رأيك؟ شهرين نهاية العام؟ والله فخامة رئيس الجمهورية في الرسالة السابقة كان أكد على استكمال هياكل سلطة الضبط السمعي البصري، وكذلك طلب من الحكومة العناية بسلطة الضبط نتاع الصحافة المكتوبة، لأن الآن الصحافة المكتوبة فيه بطاقية والعدد وصل إلى العدد الكافي النصاب لإجراء انتخابات، وممكن جدا أن هذا العمل، لأنه وزير الاتصال صديقنا سي جرين بذل مجهود كبير فيما يخص البطاقية وفيما يخص حتى العمل هذا على إيجاد حلول لوضعية القنوات، وفي عمل مشترك سلطة الضبط الآن مع وزارة الاتصال. همها الأساسي هو التفكير وكذلك كيف نجد حلول، لأن ماهوش من السهل باش ندرس في بلد مثل الجزائر 45 قنوات تبث بقانون أجنبي، هي غير شرعية، هي غير شرعية. وفي الحقيقة احنا ننتظر في الانطلاق الفعلي لسلطة الضبط ودراسة ووضع حد لهذه الوضعية. احنا بطبيعة الحال مهيئين كل الإجراءات المناسبة لمساعدة هذه القنوات حتى تكون جزائرية 100%، لأن القضية الآن هي بقانون أجنبي تبث من الخارج، لكن الدولة فكرت وحضرت كل الظروف وكل الإجراءات المناسبة باش هذه القنوات عندها أولوية باش تتبث من الجزائر. نعم. وعطت السلطة نتاع البث لمؤسسة التيديا، البث التلفزي والإذاعي، اللي الدولة من خلال القانون كلفت هذه المؤسسة باش غدوة تهتم بكل هذه القنوات اللي تطلب الرخصة واللي تعتمد من طرف، وهذه من التسهيلات، وهذه اللي طلبها رئيس الجمهورية من خلال فتح الباب والمجال السمعي البصري باش كل هذه القنوات
تعمل في إطار القانون. وحنا كي تكلمنا على هذا القانون بطبيعة الحال طلبنا منهم وذكرناهم والتقينا بهم باش يحترموا مجموعة من الالتزامات اللي هي موجودة في القانون، احترام متطلبات الوحدة الوطنية، الأمن والدفاع. راكم شاهدتوا بعض في الساحة الإعلامية بعض التجاوزات اللي تمت في شهر رمضان من خلال القنوات اللي احنا نبهناها، والسيد وزير الاتصال كذلك نبه. ففي الحقيقة كان لنا اللقاءات، تكلمنا معاهم على هذه التجاوزات. فيه قنوات اللي تراجعت وداركت الأمور وعالجت أمورها، ولكن في قنوات أخرى اللي تمادت، والتمادي هذا يتطلب أخذ إجراءات لازمة ومناسبة لوضع حد مثل ما وقع في المدة الأخيرة لإحدى وسائل الإعلام السمعية البصرية اللي هي غير قانونية، هي تبث من الجزائر، تنشط في الجزائر بدون حتى ما عندهاش رخصة باش تفتح مكتب. والآن الناس بعض الأفواه وبعض الأصوات تتعالى وتقول أن فيه قمع وفيه تضييق وفيه ضغط على الإعلام. أنا نقول ما فيه لا ضغط لا تضييق لا رقابة. هذه قنوات، ولازم المواطن الجزائري يعرف أن هذه القنوات تبث من الخارج وما عندناش أي مداخل، لا ضريبة ولا أي دينار واحد، لا تساهم في التنمية، لا تساهم في التنمية وما تدخل لا ولا سنتيم للخزينة العمومية. رغم أننا الآن تقريبا المصارف شهريا هذه القنوات تصرف 400 مليون سنتيم شهريا فيما يخص الساتليت، ولكن احنا عندنا تصور عندنا بالنسبة للإجراءات اللي دارتها الدولة. بعدين القناة اللي تعتمد وتتفق معنا ويرخص لها تبقى تخلص إلا حوالي 60 مليون سنتيم في الشهر، وتبث في نفس الساتليت وبكل احترام. يعني تدفع للتدية، تدفع للتدية وللدولة الجزائرية. نعم سيد شوفي، قلت قبل قليل القنوات التي لا تحترم الشروط ولا توجد فيها شروط تأسيس قناة في الجزائر، هل ستغيب عن الساحة الإعلامية؟ عفوا. لا يشوف تغيب. احنا اولا لازم تكون هناك صرامة، لن يكون هناك تسامح لقنوات تشتغل في ظروف غير شرعية. انا ما نسمحش انت تشوف في بلد اخر قنوات تدور باجهزة التصوير وتقوم بتعليق وبتحقيقات لكن احنا من باب ان الدولة نتاعنا سهلت هذا المهمة لهذه القنوات واعطتهم مهلة باش يتكيفوا في القانون الموجود. نعم، ربما نتحدث لانه القنوات الموجودة سيد شوفي هي عبارة عن مباني موجودة في مباني، تستطيع أن تجدها يعني في حي شعبي، تجدها في حي لا يمتلك حتى موقف للسيارات. هذه القنوات يعني ربما تكون مشرفة الموقع الاستراتيجي لها. هل في دفتر الشروط أو لديكم مطلب كذلك لإنشاء مدينة إعلامية تكون فيها كل القنوات الجزائرية التي ستعمل؟ اولا احنا من باب الشروط، دفتر الشروط اولا فيه شروط ومقاييس ومعايير دوليه، ماهوش فقط في نعم. كل طالب مترشح للحصول على، ففي هناك لجنه تقنيه اولا تزور المقر نتاعو وتشوف اذا عنده التجهيزات والامكانيات والاستوديو والبث الى اخره، وهذا التقرير يبلغ لي السيد الوزير الأول وكذلك للسلطة، حتى السلطة هذه على ضوء هذا التقرير يمكن أن تبث برأيها. فيه أمور كثيرة وكلها واضحة ما على الفاعلين في هذا المجال إلا الاطلاع على القانون وكذلك
تكون عندهم فرصة في المستقبل للإطلاع على المشروع. احنا محضرين مشروع تمهيدي لدفتر شروط ممكن أننا نفتح نقاش حوله باش كل الناس تقدر تساهم فيه، ونقدروا كيكون إجماع عليه نقدروا ننطبقوه في الميثاق. نعم، تحدث كذلك عن الاستثمار في مجال السمعي. الاستثمار هو هذا هو إذاعات. نعم، الاستثمار بطبيعة الحال فتح الباب للقطاع الخاص في مجال السمع البصري، هذا النوع هو تشجيع للاستثمار في القطاع السمعي. ولكن تشوفوا ولكن الناس غلطة. أنا نحكي لكم، أنا كنت مريح في مقهى وجاني واحد سيد قال لي سي شرفي، أنت سي شرفي؟ قلت له نعم. قال لي نجم نعطيك واحد الرسالة؟ قلت له نعم تفضل. يمد لي رسالة، قلت له هذه الرسالة فيها إيه؟ أنا كنت بصفتي نائب في المجلس سابقا الشعبي الوطني. قلت له الرسالة هذه؟ قال لي لا، باغي نفتح قناة تلفزيونية. قلت له يا أخي قناة تلفزيونية ماهيش فاست فود، ولا مع احترامي للفاست فود ولا الإبيسري ولا. قلت له القناة هذه فيها شروط، فيها ملف، فيها مقاييس، فيها لهذا تشوف تصور أن كل إنسان كل من هب ودب الآن يحب يدير. إحنا ماذا بينا الإعلاميين اللي عندهم قدرة وعندهم طاقة وعندهم إمكانيات، هم اللي في الحقيقة هم اللي يكونوا في الطليعة لتسيير هذا القنوات وهذا المشهد الإعلامي المهم. كان حاجة فقط اللي حبيت نذكر بها، في بعض التجاوزات كثيرة في القنوات هذه سجلنا هذه التجاوزات. احنا البعض منها نبعثها في باب الحداثه تاع هذه القنوات، ونبعثها في ونعملها في خانه التربص، ونتسامح معها. لكن التجاوزات المتعمده وفيها تمادي هذه ما عندناش التسامح معها. ونذكر بعض التجاوزات مثل استعمال اسلوب التجريح والقذف على المباشر، وكذلك نأكد على الابتعاد على مثل هذا الاسلوب وضروره التحليل بالمسؤوليه. استعمال اسلوب الاستقطاب خاصه في البرامج السياسيه، وكذلك مراعاه اخلاقيه المهنه في كل ما يبث، والابتعاد عن هذه الاساليب المنافيه لاخلاقيه المهنه. التحيز كذلك الى طرف دون اخر مما يؤدي الى التشنج في الطرح وثقافه العنف. ورانا لاحظنا كاين بعض القنوات اللي جابوا لنا ناس بالامس قاموا بادوار جد سلبيه ضد المواطن الجزائري، وكأنهم يحرضوا المواطن على الفتنة. وكذلك ضرب ضرب أمن واستقرار الجزائر دون علم، يعني دون قصد. سيد شرفي، شكرا جزيلا لك لأنه أدركنا الوقت في هذا الصباح وقدمت معلومات يعني كثيرة جدا. شكرا على تلبية الدعوة. كلمة للصحفيين بهذه المناسبة وباختصار لو سمحت. والله أنا بكلمة للصحفيين، أنا نشوف من خلال ومن سيتحصل على جائزة رئيس الجمهورية. نعم، نقول لك أنا نشوف من خلال الترسنة على القوانين وتأكيد فخامة رئيس الجمهورية على إعطاء أهمية خاصة للإعلام، فيبقى ضرورة حتمية بالنسبة للإعلاميين أنهم هما يتكفلوا ويكون بين أيديهم ويكونوا محترفين حتى لا نغرق في الرداءة والتمييع الذي حتما يؤدي إلى تشرد وتشريد هذه المهنة. ونحن ضد هذا، ونتمنى أن كل الوسائل الإعلامية يقودها إعلاميون.
يحقدها اعلاميون. نعم. ومن ضمن اهل الاختصاص. اهل الاختصاص. ميلود شوفي رئيس سلطه ضبط القطاع السمعي البصري، شكرا جزيلا لك، كما اشكركم يا الساده الكرام على حسن المتابعه والاصغاء. كل عام وانتم بخير. بالنسبه لزملائنا من اهل مهنه الصحافه، لمتابعه هذا اللقاء زوروا موقعنا طروادو دي راديو الجزائر. ام وان ذا اللقاء.